ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغذائية يزيد الضغوط على الأسر. السويد تحصد 11 ميدالية في باريس، وإليسا تحشد الآلاف في مالمو. نشرة إخبارية جديدة من قناة الكومبيس الإعلامية، معكم ريم لحدو، أهلا بكم. أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعها في السويد وتزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر، وسجلت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو وفقا لشركة موتبريس كولين المعنية بمراقبة الأسعار. وعلى الرغم من أن الزيادة المسجلة تبدو صغيرة، إلا أنها تأتي في سياق سلسلة من الارتفاعات المستمرة أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 24% منذ بداية 2022. مؤسس شركة موتبريس كولين أولف مازور أكد أن الارتفاع المستمر في الأسعار أثر بشكل كبير على ميزانية الأسر التي ما تزال تواجه تحديات اقتصادية ناتجة عن أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وكشف مازور أن متاجر الأغذية الكبرى تتبع استراتيجيات معينة لتقييد زيادات الأسعار على العلامات التجارية الخاصة بها، والتي سجلت زيادة أقل نسبيا مقارنة بالعلامات الأخرى. وبين السلع التي شهدت زيادة بارزة في يوليو البطاطس والخيار جراء سوء المحصول في السويد، ومنتجات الشوكولا التي تأثرت بزيادة أسعار الكاكاو عالميا. وكان تقرير سابق لهيئة الإحصاء السويدية أظهر استمرار تقشف الأسر وتراجع استهلاكها في السويد وسط توقعات اقتصادية بتحسن أوضاعها مع نهاية العام الجاري. انتقدت منظمة أوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان بحدة اقتراح واجب التبليغ الذي تريد الحكومة السويدية تطبيقه لمطاردة المقيمين بشكل غير شرعي في السويد. وتريد الحكومة إلزام موظفي القطاع العام بمن فيهم موظفي المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بإبلاغ السلطات عن المقيمين بطريقة غير قانونية في السويد. رئيسة منظمة حقوق الإنسان الأوروبية بيكوم ميشيل لوفوي وصفت الاقتراح بأنه غير إنساني، محذرة من أنه قد يخلق مناخا من الخوف ويؤدي إلى تفاقم التمييز في السويد. وقالت إن هذه السياسات قد تمنع الناس من الذهاب إلى المستشفيات أو المدارس أو المكتبات خوفا من أن يتم الإبلاغ عنهم، مما يزيد من معاناتهم. وأشارت لوفوي إلى أن تجربة سابقة في بريطانيا حين تسببت قيود مماثلة في الإضرار بالعديد من الأشخاص الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات وضعهم. وحذرت من أن السويد قد تواجه مشاكل مماثلة لتلك التي حدثت في بريطانيا. وفي المقابل دافعت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستيرغارد عن الاقتراح، مشيرة إلى أهمية توحيد جهود المؤسسات العامة لدعم سياسات الهجرة المنظمة. وقالت إن واجب التبليغ يهدف إلى ضمان تنفيذ سياسة الحكومة حول الهجرة بشكل فعال. وكانت الحكومة السويدية أطلقت تحقيق لدراسة إمكانية تطبيق واجب التبليغ العام الماضي وسط انتقادات سياسية وحقوقية واسعة. أظهرت دراسة جديدة لقوات الدفاع السويدية أن معظم السويديين مستعدون للدفاع عن بلادهم، ولكنهم يفتقرون للمعرفة الأساسية حول المهام المطلوبة منهم في حالات الطوارئ. وكشفت الدراسة أن 25% مستعدون للمشاركة في دور قتالي في حالة حدوث حرب أو تهديد عسكري، بينما قال 51% إنهم مستعدون للمساهمة في دور غير قتالي ينطوي على خطر على الحياة. وأكد 90% أهمية مشاركة الجميع في واجب الدفاع عن السويد. ومع ذلك أظهر الاستطلاع أن الكثيرون يفتقرون إلى معرفة أساسية حول طبيعة المهام المتوقعة منهم في حالة حدوث حرب أو تهديد عسكري. فقد أجاب 40% من السويديين إنهم يعرفون ما هو متوقع منهم كأفراد في مثل هذه الحالات، كما كشف أن معرفتهم حول كيفية تأمين الاحتياجات خلال الحرب أو التهديد العسكري منخفضة أيضا.
الضابط في قوات الدفاع مايكل مالم قال إن نقص المعرفة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع على دراية بالأساسيات حول واجب الدفاع. وأكد مالم كذلك على أهمية الاستعداد النفسي لأداء المهام المطلوبة في حالات الطوارئ. وكان استطلاع سابق أجرته الكومبيس بين متابعيها الناطقين بالعربية أظهر أن غالبية كبيرة من المستطلعين مستعدون للدفاع عن السويد في حال حدوث حرب. ويوجب قانون الدفاع الشامل على جميع الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و70 عاما والمقيمين في السويد بما في ذلك غير المواطنين الاستعداد للدفاع عن البلاد في حال حدوث حرب. اختتمت باريس رسمياً أمس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بحفل فني ورياضي ضخم سلمت في ختامه الشعلة الأولمبية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والتي تستضيف الدورة المقبلة في العام 2028. ومع انتهاء المنافسات تساوت الولايات المتحدة مع الصين في عدد الميداليات الذهبية ب40 ميدالية لكل منهما، وتمكنت أمريكا من انتزاع المركز الأول بعد جمعها 126 ميدالية مقابل 91 ميدالية للصين، وفازت اليابان بالمركز الثالث بعد جمعها 45 ميدالية بينها 20 ذهبية. أما السويد فاحتلت المركز السادس عشر وفازت ب11 ميدالية توزعت بين 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات. وكانت السويدية سارة خوستروم فازت بذهبيتين في السباحة، كما فاز أرماند دوبلانتيس بذهبية وحطم رقما أولمبيا وآخر عالميا في القفز بالزانة. واحتل الفريق السويدي في كرة الشاطئ بيتش فولي بول المركز الأول حاصدا الذهبية في باريس. أما الدول العربية ففازت ب17 ميدالية في أولمبياد باريس منها 7 ذهبيات، وتصدرت البحرين الدول العربية مع 4 ميداليات بينها ذهبيتان، ثم الجزائر مع 3 ميداليات بينها ذهبيتان أيضا، ونالت مصر وتونس 3 ميداليات لكل منهما ذهبية وفضية وبرونزية، كما حاز المغرب على ذهبية وبرونزية، فيما فاز الأردن بميدالية فضية وقطر بميدالية برونزية. شهدت مدينة مالمو نهاية الأسبوع انطلاق مهرجانها السنوي والذي يضم هذا العام مروحة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية. وكان للناطقين بالعربية في المدينة حصة بارزة بدأت مع عرض موسيقى لفرقة المزقوف العراقية بقيادة الموسيقار والملحن العراقي جعفر الخفاف بعيد افتتاح المهرجان. وأمس الأحد احتشد الألاف في ساحة ستورتوريت والشوارع المؤدية إليها في مالمو لحضور حفل الفنانة اللبنانية إليسا. وبدأ الحفل بكلمة من إليسا أشارت فيها إلى المآسي المستمرة في غزة والسودان واليمن وغيرها من الدول العربية، متمنية حلول السلام وأياما أفضل للجميع. الفنانة اللبنانية لم تخفي تفاجئها بالحشد الكبير وكذلك تأثرها بتفاعل الجمهور في السويد مع أغانيها، ووضعت إليسا الكوفية الفلسطينية على كتفيها خلال أداء إحدى أغنياتها كتعبير عن التضامن مع غزة، وانتشرت مقاطع الحفل بشكل واسع على وسائل التواصل في الدول العربية. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة إليسا ستحيي أيضا حفلا فنيا في العاصمة السويدية يوم الخميس المقبل ضمن فعاليات مهرجان ستوكهولم الثقافي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبيس، دمتم بخير. أكتمن وكو أبو كاس.